رحبت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة بمعالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة في المملكة العربية السعودية في أول زيارة رسمية له إلى مملكة البحرين، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون في المجال السياحي بين البلدين الشقيقين، تلبية للرؤى الحكيمة لجلالة الملك المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتنفيذا للتوجيهات السديدة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. وخلال اللقاء أكدت الوزيرة الصيرفي حرص وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على بذل كل الجهود من أجل الانتقال بعلاقات التعاون السياحي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية إلى آفاق أرحب من التطور والنماء ورفع مساهمة القطاع السياحي في التنمية والازدهار الذي تشهده المملكتين الشقيقتين. وأشادت الوزيرة بما يحققه القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية من نهضة غير مسبوقة تدل عليها أرقام السياح الوافدين للمملكة والفعاليات السياحية الكبيرة التي تشمل جميع مناطق المملكة، مشيرة في الوقت ذاته إلى الإنجازات النوعية التي يحققها القطاع السياحي في مملكة البحرين. وذكرت أن تطور القطاع السياحي في كل من المملكتين الشقيقتين يبرز أهمية تعزيز التعاون بينهما من أجل ضمان مزيد من الزخم لنمو القطاع وتحقيق الأهداف المنشودة.